هنشوف أيضا هو ما بيحب إن الأمور بينكم أيضا مش واضحة، مش فقط أنت ما بتحب إن الأمور بينكم مش واضحة، لأنه بيشوف هالشخص إنه أنت شوي متلاعب هون. Seven of Swords، الشخص بيشوفك وعقله الباطن بيشوفك بتخبي عليه أو ما بتحكي لإنه الصدق. في أشياء هو بيشوف في حياتك أو فيك أنت غير واضحة، وهالإشي ممكن يكون مخوفه من إنه هو بده ارتباط والتزام أكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم إنه مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص، إلا إنه أنت كمان ما بتحب حدا يربطك أو حدا يحطك في بوكس معين أو مطرح معين. وأنا بشوف إنه هو الهدف النهائي لهالشخص أو الجول تبعه إنه هو بده يكون أسرة، وغالبيا بده منك التزام، بمعنى إنه البعض منكم برج القوس هالشخص بده التزام، بمعنى مش فقط علاقة، بمعنى يعني ارتباط رسمي اللي هو ممكن يكون خطوبة أو ممكن يكون زواج. فممكن يكون العلاقة شوي ملخبطة بينكم، لأنه هو بده يرتبط أسرع منك أو في وقت أسرع منك. طيب نشوف شو ممكن تكون سبب المشاكل بينكم أو واحد من أسباب المشاكل بينكم، وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحله. عندك هون entrapment، يعني في انت وهو ان طاقتكم مشتركة، عم تحسوا انه انتوا محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو ما بدكم اياه. في شخص كتير عفوي منكم وبيحب يخلي الامور تيجي بسهولة، أو يعني مثل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الأمور تكون كتير مدروسة أو بيحب يمشي على نمط معين. فأنت رح يعني أنت بيختلف الوضع من شخص إلى آخر، بس أنت رح تشوف إنه مو هو الشخص اللي هو شوي عفوي أكتر بالعلاقة أو ما بده التزام جدي حاليا، عم يشوف انه هو مش مستعد الى التزام جدي. وفي طرف بده التزام جدي، بده نمط معين يمشي عليه، ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة رح توصل لإلها، لانه 10 of wands يعني في تكملة لإشي معين، وهو بده يشوف انه العلاقة تكون إلها نهاية. أيضا في طرف منكم مع إنه حاول يتواصل مع الشخص الآخر بطريقة روحانية، ولكن الطرف الآخر رافض فكرة الحب أو رافض يتقبل منه عرض أو رافض التواصل معه. هنشوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت، في صار كنتوا رح تبدوا ببداية، البعض منكم كنتوا رح تبدوا في بداية جديدة، أو حصل في بينكم فترة تخاصمتوا فيها مثلا وكنتوا بدكم تبدوا بداية جديدة ولكن فشلت، لأنه عم شوف إنه في طرف ترك العلاقة أو مشى في طريق لوحده من أجل إنه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة. وبما إنه إجت بطاقتكم هاي، فصار في عندكم خلل بإنه تبدأ العلاقة مرة أخرى، لأنه في طرف رافض فكرة الحب، لأنه عم يشوف إنه الطريق ما في إله نهاية أو ما في خط واحد أو ما في ارتباط من نوع زواج أو خطوبة أو ارتباط رسمي.
لأنه عم شوف في طرف بده ارتباط وفي طرف بده شوي ياخذ الأمور ببساطة، أو بده يتمهل أكثر بأخذ الأمور. طيب لما نشوف طاقتك أنت في المستقبل، أو شو عم تفكر فيه، عندك letting go، فأنت رح تترك شخص أو رح تترك تفكير معين بحياتك أنت عم تشوف إنه بطل يفيدك. في أيضا عندك Three of Swords with the Magician with the Empress، فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عم شوف أفضل، لأنه أنت عم شوفك أيضا إذا أنت زعلان من هالشخص أو إذا أنت مجروح من هالشخص، عم شوف إنه أنت مستعد إنه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي، إنك تتركه بالماضي، لأنه عندك Three of Swords. Three of Swords بترمز إلى إنه أنت يعني كان في جرح عاطفي من هالشخص، انجرحت من هالشخص، الشخص هاد زعلك، ولكن عم شوف إنه أنت مستعد تترك بعض الأمور أو بعض المنازعات الجدالات اللي صارت بينك وبين هالشخص تتركها بالماضي. عم شوفك أيضا عم تحاول توفق بين شيئين بحياتك، عم تحاول توفق بين ممكن شخصين، ممكن عم تحاول توفق بين العاطفة والعمل، لأنه ممكن إذا برج القوس مش أنت اللي بدك الارتباط، ممكن أنت بدك ارتباط لأنك ممكن مركز على الوضع المادي كتير، أو عم تفكر حاليا بكيف تكون نفسك من الناحية المادية أول، بالذات إذا مثلا رجل برج القوس رجل عم يتابع، ممكن يكون غير مستعد إلى الارتباط بعكس الشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا بدي أحكي بالأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها، ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية، أبراج ترابية، أبراج هوائية، بس بالأغلب في عندي أوراق مائية، فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو في كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته. أيضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل أو خطواته المستقبلية. سولميت، هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب أو عم يبحث عن شريك يخوض معه رحلته في الحياة، عم شوفه مقبل أو بثه بداية عاطفية جديدة معك. عنده Ace of Cups، فهالشخص عم Queen of Cups أيضا، هالشخص عم يطمح إلى بداية جديدة معك. أيضا عم شوف هالشخص يرضى بالقليل، بمعنى إنه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيرة، مع إنه البعض منكم ممكن تفكر إنه هو، أو ممكن تفكر إنه هو متطلباته كتيرة أو عم يطلب منك أشياء كتيرة، ولكن هو عم يشوف إنه الأشياء اللي كتير مركز عليه هو فقط شخص أو رفيق درب يكون معه، لأنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي، فما عم شوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون أيضا شخص روحاني اللي عم تتعامل معه، عم شوفه أكتر إشي يركز عليه أو مهتم فيه اللي هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع هالشخص، مشاعرك تجاه الشخص، حقيقة مشاعرك تجاه الشخص. أيضا عم شوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. أنا عم شوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي، أو أنت حسيت إنه كان كتير جدي، إنه إذا ما مشيت الأمور مثل ما هو بيريد بفركش الوضع أو بترك العلاقة. عم شوف إنه هو بالمستقبل
راح يحاول ينظر إلى الأمور بطريقة شوي مش إيجابية، شوي فلكسبل أكثر أو مرنة أكثر من ناحية مدرسته والعلاقة بينكم. ونشوفه أيضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر، لأنه في عنده three of wands، هالشخص عم يستنى رسالة منك، عم يستنى خبر منك، أو عم يستنى بداية جديدة معك. عم شوف هو عم يتقدم من ناحية، أو رح يركز على وضعه العائلي أو وضعه المادي، ولكن في عقله الباطني لسه عم يستنى خبر، أو عم يستنى ممكن أنت وهو مش عم تتواصلوا نهائيا. البعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائيا، الشخص بده يعرف فقط أنت شو هي أخبارك، يعني شو التطورات اللي صارت معك، شو الجديد في حياتك، يعني بده مثل يطمن على وضعك، كيف هو منيح أو لا، إيش مثل هيك. طيب بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل، شو ممكن يصير؟ How teachable are you؟ الوضع بينكم بيتطلب مرونة، وأيضا بيتطلب إنه تتقبل الشخص، تتقبلوا بعض مثل ما أنتوا. عم شوف إنه بدكم تكونوا أكتر بالمستقبل مرنين مع بعض. هذا بالنسبة لكرت النصيحة. أما اللي بيصير بالمستقبل بينكم، جميع الكروت هاي كروت عاطفية، فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير إيجابي. في بداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم، رح يصير في بينكم كونكشن كتير عالي. أيضا أغلب الكروت المائية اللي إجت لكم من الرقم الكبير أو King of Cups، يعني ف King of Cups أفضل من أفضل كروت الحب، لأنه المشاعر بتكون مشاعر عميقة، الارتباط بس يكون على المدى البعيد. أيضا في رح يكون كتير من التعاطف، بما إنه الأوراق كتير مائية إجت، فرح يكون في كتير حساسية بينكم، كتير تعاطف بينكم، يعني حتى إذا صار في أغلاط أو إذا صار في بينكم جدالات أو مشاكل، عم شوف إنه في مجال لمناقشة الأمور بينكم، لحل الأمور بينكم، وحتى يعني لوجود فرصة إنه تشرح الوضع بينكم. في رح يصير بينكم عدل بالأخذ والعطاء، لأنه عندك Six of Pentacles هون، فأنت وهو رح توصل لمرحلة إنه تفهم أو تفهموا الاثنين، إنه يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ أو إشي مثل هيك، بالذات من الناحية العاطفية. أيضا عم شوف إنه إذا صار في بينكم جدال بالمستقبل أو مشكلة بالمستقبل أو misunderstanding أو عدم تفاهم بالمستقبل، الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع أو رح تحلوا فيها النقاش رح تكون طريقة مشهور أو طريقة ناضجة، مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص أو رح تحكم على التواصل مباشرة، لا، يعني رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع لحتى توصلوا إلى ناتج يفيد أو تستفيدوا فيه الاثنين. بس من الناحية العاطفية عندك هون 4 كروت مائية إجت لك، كروت التوضيحية، فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير إيجابي. أيضا عم شوف من الناحية المادية أو من ناحية التوفيق بين العمل والعاطفة، عم شوف راح تعطوا اهتمام أكتر للعلاقة بينكم، لأنه عم تفكروا فيها
للمدى البعيد، أو بدك أنت هو توصل العلاقة هاي إلى المدى البعيد، أو إلى 10 of cups، إلى يعني إنشاء أسرة أو إنشاء ارتباط جدي بينكم. أوكي حبايبي برج القوس، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار حتى يوصلك كل جديد. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.